معايا النهارده اتنين من نجوم المستقبل ان شاء الله، التوأم حسام وابراهيم عادل. دايما لما بيجوا ضيوفي بكون عارفهم، لكن النهارده الاتنين مصعبين عليا انا المهمه. لابسين نفس التيشيرتات، نفس البنطلونات، نفس الجزم. فيبقى اول سؤال ليا على الحلقه، حسام ولا ابراهيم؟ ابراهيم. صح كده؟ ابراهيم عادل. حسام عادل. حسام عادل زي ما انتم شايفين، نفس اللبس ونفس كل حاجه. توأم حسام وابراهيم، تجربة جديدة بعد ما شفنا تجربة التوأم حسام حسن وإبراهيم حسن، بتتكرر تجربة أخرى في قطاع الناشئين بالنادي الأهلي. إن شاء الله تجربة جديدة هتشوف النجاح في النادي الأهلي وفي الكرة المصرية. ماشيين على نفس الخطى، أداء رائع، اتنين عندهم طموح كبير، اتنين لعيبة إن شاء الله نشوفهم في القريب العاجل في الدرجة الأولى في النادي الأهلي. منورنا وشرفنا يا ابراهيم. انا متشرف ان انا مع حضرتك النهارده، وسعيد جدا ان انا متواجد مع حضرتك في قناه النادي الاهلي النهارده. مشرفنا ونورنا يا كابتن حسام. حبيبي يا كابتن اسامه، انا ليا الشرف ان انا على قناه النادي الاهلي، وليا الشرف ان انا طالع مع حضرتك النهارده والله. من سنه كنتوا ضيوف معانا، وكان برنامج الاشبال وش السعد عليكم. وقتها بداتوا تعرفوا اكتر، تتالقوا في الماتشات، ورحتوا منتخب مصر. ما وفقناش منتخب مصر، لكن كانت خطوه مهمه ليكم في منتخب مصر. طبعا احنا يعني هي السنه اللي فاتت لما طلعنا مع حضرتك دي كانت بدايه برضو ان الناس تعرفنا، وكذا حاجه جات لنا بسبب ان احنا طلعنا قناه النادي الاهلي. ودايما ده وش السعد علينا النادي الاهلي، ان هو اي حاجه بتجيلنا من خلال النادي الاهلي. وانا سعيد جدا ان انا ربنا كرمني وبقيت في النادي الاهلي. تمام، مبروك يا حسام. امبارح اداء اكثر من رائع، كل فريق 2006 امبارح بتحرز هدفين في مباراه يعني تابعها كل جماهير الاهلي. امبارح ابتدينا الاستوديو التحليلي وكان يوم اهلاوي حلو، ابتدى بفوز الاهلي امبارح وفوزته على الزمالك في بطوله الجمهوريه 2-1، وانت كنت صاحب الهدفين وهدفين الفوز للنادي الاهلي. والله الله يبارك فيك كابتن اسامه. طبعا والله الهدفين دول كله بفضل ربنا وبفضل زمايلي، يعني انا لولا زمايلي بس ما كنتش جبت الجونين. انا بشكر زمايلي كلهم يعني، الحمد لله اللي انا قدرت اسجل هدفين، وانا كان عندي ثقه بنفسي اللي انا لما جبت الجون الاول كان عندي ثقه ان انا اجيب هدف ثاني. ودخل فينا جون التعادل في الدقيقه 20 باين، وكان عندي ثقه لغايه ما جبت الجون الثاني، وكنت حاسس ان انا اجيب جون ان شاء الله يعني. معانا الجون الاولاني ده كان في الدقيقه 6 من بدايه المباراه، بس اللي عامل لك الهدف ابراهيم. انتوا بتتفقوا مع بعض قبل المباراه؟ حسام يقول لابراهيم اي كره تلعبها لي ولا ايه؟ قول لنا على الهوا. لا والله بتبقى عادي كده. لا هات لنا الهدف الاول، مخرجنا برجاوي عايزين نشوف الهدف الاول. ده هدف يعني التوأم حسام وابراهيم. ابراهيم عملها لاخوه حسام، كانت في نص الملعب. بتتفقوا مع بعض يا ابراهيم؟ اكيد لا يعني. بص ده الهدف الاول، تمريره طويله لحسام وكانت بمجهود فرد قدر يحط المدافع في ظهره ويحطها. لا والله اول 10 دقائق كده احنا بنبقى واخدين التعليمات اللي احنا ما بنحضرش كتير ورا وبنلعب على قدام، فهو ده بسبب الشغل اللي احنا كنا حافظينه يعني من الكابتن سيد، فهي ومن حظه جت لحسام يعني، والحمد لله ان هو سجل يعني. بس برضه يعني لو هبصل اللي جنب حسام كورتين ممكن حسام يعني اديله اكتر شويه. لا لا والله كل زمايلي واحد عندنا في الفرقه، واي حد يعني اي حد لو هو اللي هيجيب الجون غير اخويا طبعا بباصي لاي حد في الفرقه، وكلهم اخواتي يعني.